السلام عليكم متتبعينا الأوفياء، متتبعي قناة نيشان الآن، جماعة سيدي إسحاق بإقليم الصويرة. وبالضبط في واحد المعصرة ديال الزيتون. إطار يعني نقربكم شوية من الأزمنة، من كيفية عصر الله يبارك فيك. زيت الزيتون التقليدية هنا في المنطقة. وانتم تتعرفوا بأن إقليم الصويرة من الأقاليم اللي هي يعني معروفة بجودة زيت الزيتون ديالها، 120 نيطرو واللي تتبدأ بكري حتى في العصر ديالو كيف ما تتشاهدوا. تبارك الله الخير، موجود هنايا جماعة سيدي إسحاق بإقليم الصويرة. احنا متواجدين كيف ما قلنا عندك في التعاونية اليوم في جماعة سيدي إسحاق. ممكن يعني تعرفنا شوية على التاريخ ديال هذه المعصرة هذه، إمتى بدات؟ شنو العمل ديالها؟ واش غير تتعصر غير الزيتون؟ السلام عليكم. يشرفنا بانكم جيتوا عندنا صراحه. شنو قلت لي على المعصره؟ المعصره الوالده القديم في الحرفه، الوالده عندها معصره من 74. تبارك الله، قديم في المعصره الوالده في الحرفه. والمعصره راه تقريبا عندنا هنا من هنا في الفيلاج من 2002. كانت عندنا هنا في البلاد فوق في الدار. والمعصرة سي مختصة في الزيتون والطرقان. شوف شنو مختصة عندنا المعصرة، الزيت والزيتون ديال الطرقان. قول لي يا سي حافظ، زيت الزيتون شحال داير هذا العام؟ الليترو شحال داير؟ الليترو داير 2200. بزاف تيسولوا، خصوصا ان يعني تيسمعوا هاد الأسمنة على مواقع التواصل الاجتماعي، هاد الإشاعات اللي كاينة، الناس ولا عندها واحد التخوف أن الزيت قليلة، أن الثمن مرتفع، أنه ربما غادي يرتفع يعني في القادم من الأيام. دابا بشحال بعتيه؟ دابا بشحال تتبيعوه هنا في جماعة سيدي إسحاق؟ دابا جماعة سيدي إسحاق أنا كنبيع فيه 2200 سقاطة، 2100 جملة باش كنحسبوا لموالي المحل. تتبدا الجملة من شحال يطرو؟ الجملة من المهم من 60 يطرو والفوق. يعني إلا كان العدد كثير تتنقص في الثمن. والزيت ديال هذا العام يعني جديدة. الزيت ديال هذا العام، الزيت ديال هذا العام، الزيت راه جديد، راه تبارك الله. أنت تشوفي أنا كنحكي قدامي. نعم. راه بديت نهار 24 في شهر 9 مولفين كنبداو في مولفين كان ملي كيكون الزيتون عندنا هنا في البلاد مولفين كنبداو في الأول ديال 9 يا إما 4 5 المهم من تحت 10 شهر 9 كنا كنبداو هنا في الزيتون ديال البلاد. الزيتون ديال البلاد هذا العام ما كاينش عندنا في الشياط، قليل. نقول ما كاينش، ما غاديش نقولوا، نقولوا ما كاينش الزيتون عندنا هذا العام في الشياط. انا دابا كنخدموا شارين شي محلات، شارينهم تقريبا شارينهم في شهر 8 وشهر 7، شارين شي محلات في الشيشاوه شارينهم بالكيلو. هما اللي تتعصر دابا، هما اللي تتعصر دابا ديال الشيشاوه. دابا ديال الشيشاوه اللي عندنا ديال الشيشاوه وسيد المختار، وواحد شي حاجه في الحداده ديال الشياط، ماشي حاجه شي بركه ديال الحداده ديال الشياط. ديك الناس كيسولوا على الاثمنه واش غادي تطلع اولا غادي تنزل. حنا كنتمنوا والله غادي تنزل ماشي غادي تطلع. راه بزاف، راه 2200 و100 درهم راه كثيره وبزاف. حنا كنشوفوا الناس اللي كيتقدموا عندنا الزيت وعلى الخدمه على العام الفايت، على الخدمه وعلى الخروج ديال العام الفايت. راه الخروج ما كاينش الخروج بزاف، انه هو الناس الزيت غاليه. الراجل مولف كيدي، لا الانسان كيدي عندك كيتقدى غير الماكله للدار، عنده مولف كيدي عندك 40 لتر 50 لتر. دابا كيجي كيقول لك مسكين عطيني 5 لتر. ها هو دابا ها هو الخروج قلال، ما بقاش ذاك الخروج اللي كان من قبل. الراجل كيجي تقول له دابا يعني من ارتفع الثمن الطلب قل، الطلب قل على الزيت. مني ولات 5 يترو اكثر من 500 درهم راه خاصها بالنسبه للمواطن. هو المواطن شحال باش كيخدم؟ المواطن مسكين شحال باش كيخدم؟ كيخدم ب 100 درهم ولا يترو ديال الزيت راه ما غاديش السيمانه. يعني خدمه ديال النهار يلاه جيب لي يترو ديال الزيت ويزيد عليها مازال الفلوس باش غادي ياخذ يترو ديال الزيت. الله يحفظك. هو الدرويش باش مسكين باش كيعيش
راه هو خاصو ضروري هو شويه ديال الزيت باش كيفطر في الصباح، راه كلشي والمغاربه كاملين راه زيت العود راه هو المصدر الاساسي في الفطور، ولكن الانسان راه هادشي لا بزاف عليه. ولا كنتمنوا من الله من هنا لقدام ملي غادي تبدا السلعه من فوق، السلعه ديال الكرسيف والعيون وفاس ومكاس هي كتجيبوها هنايا؟ كنجيبوها انا كنطحنوها هي كنجيبوها كنطحنوها. الزيت هي زوينه ما نكذبوا والله، راه الكليان ديالنا عارفينها كلشي، راه كنطحنها كل عام كنطحنها، كنخدم مع الدراري ديال كنقدم لهم التحيه من هنا، الناس ديال الكرسيف والناس ديال العيون الشرقيه كيصيفطوا لي السلعه من تما، هي سلعه زوينه. وكنتمنوا من الله راه غادي تنقص شويه في الثمن هنا على هو لا يعلم الغيب الا الله، ولكن حنا توقعات كنتمنوا راه غادي ترجع ان شاء الله. علاش؟ لانه دابا هو الخروج قلال، واش الانسان اللي غيكون الخروج قليل غادي يحبس، اللي غيكون الخروج قليل غادي يحبس ضروري. يعني الضرر عليكم وعلى المواطن بجوجكم. الضرر علينا وعلى المواطن. ودابا الزيت راه الانسان كاين اللي كيقول لك راه كاينه الزيت 75 درهم ولا كاينه 80 ولا كاينه، الزيت راه كطيح هاد الجديده راه كطيح كتراوح كديك الايام كطيح لي ب 75 من 95 درهم حتى 2300 2400، دابا سيدي كطيح ما بين 90 درهم حتى 2400. البارح انا درت تجربه جت البلديه عطاتني 14 و800 غرام، راه الله شاهد عليا ما نزيد على حتى حاجه، وشاريها ب 310 ريال، شحال باش طيح لي انا هذا السيد البلديه، وضروري خصني نجيبها. الاربيكوين راه كتعطي شويه، ولاني خاصني ضروري نطحنهم بثلاثه، ضروري خصني نجيب الاربيكوين والبيشيرينو والبلديه ضروري. وانت كنتمنى لهم الله يكون خير ان شاء الله. قول يا سي حفيظ، دابا قنطار، دابا انسان كاين اللي تيبغي يشري الزيتون وتيبغي يطحنو. ايه. نفرضوا مثلا قنطار ديال الزيت، كاين تيقول لك انا خرج لي واحد العدد، واحد اخر تيقول لي لا انا خرج لي اقل ولا اكثر. لا الزيتون ما بقاتش. الزيتون راه ما بقاتش. راه الزيتون كيعطي دابا من 13 حتى 23. من 13 لتر حتى 23 لتر. 23 لتر. كاين اللي تجيه 13 لتر وكاين اللي ياخذ 20 ولا 23. دابا على حساب الزيتون، دابا البلديه راه ما عاطياش. البيشيلين راه عاطيه من 16 حتى 20 والاربيكوين راه فوق من 20. وهذا الشيء تيوقع لك ليكم انتم بالنسبه لك؟ تيوقع لينا هو، ولكن الثمن تيبقى هو هو. الثمن كنضيف شي على شي وغادي، الثمن هو هو. شي كيغطي على شي وشي كيخلص على شي. شي كيخلص على شي وشي كيغطي على شي وغادي. شكرا سي حفيظ، ونتمنى كيف ما قلتي ان الثمن ان شاء الله. لا كنتمنوا ان شاء الله غادي يكون الثمن نازل شويه، على الله غيكون ان شاء الله الثمن نازل شويه ان شاء الله باذن الله. نديروا واحد الجوله داخل المدينه. مرحبا مرحبا بارك الله فيك. مرحبا. هنايا هذا هو الزيت، هذا الزيت. هذا الزيت. هذا الزيت. الزيت جديد. شنو المرحلة الأولى اللي تتكون هنايا؟ المرحلة الأولى كيكون الجني في البحيرة، من بعد كنشارجيو كنجيبو كيدوز هنا كيطحن هنا. دابا هنايا تتجيبو الزيتون هنا هو الأول. كنجيبو الزيتون هنا هو الأول هنا. من بعد كتحطو هنايا. كيطلع سميتو بالفيس كيطلع الفوق. ومن بعد كيجي هنا. خليتي داك الطابع التقليدي هذا الصافي دابا الحجره. دابا يخرج الزيت زيتو كيخرج عاوتاني هنا ملي كيكون ملي كتدوز هنا كتدخل البريسه. كيدخل البريسه هنا البريسه اللي كيدوز الزيت دابا كتصفى الزيت. كنكملوا مع هذه المرحله هذه. هذه البريزه كتدخل هنا البريزه ومن بعد فين كيتصفى الزيت. راه ديما الساريج كيتغسل من الصباح، الصباح كيتغسل ها الزيت هاهو. تبعي قناة نيشان الآن الزيت هاهو. أنتم يعني تبعتوا معنا جميع مراحل عصر زيت الزيتون تبارك الله، اللهم بارك. كيصبع نفس الساريج من بعد كنطلعو للطونية هنا كي الطونية الكبيرة هنا من بعد ها هو باش تعمرو فيه حتى البوديزات جداد. كنخدمو بوديزات جداد. لا بوديزات راه عادي لي يطرو كلشي جديد. خدمة متقونة ما شاء الله.
دابا صالح للاستهلاك. بارك الله عليكم. حفيظ شكرا على الاستضافه، مرحبا بنا عندك، شرف لينا. الله يطول لي عمرك. باش نوصلوا، باش نوصلوا للناس بانه كيفاش الزيتون كيتخدم، وكيسولوا على الثمن. الثمن حنا كنطلبوا من الله، ولا لا يعلم الغيب الا الله، ولكن كنتمنوا من الله يرجع السوق ان شاء الله. كنتمنوا من الله يرجع السوق، وتوقعات غادي يرجع ان شاء الله.